الحقيقة أنا سعيد لوجودي للسنة الثالثة في المؤتمر بتاع بايوتك جونيورز. الفكرة بتاعت المؤتمر فكرة جديدة وجميلة، وعجباني في إن هو بيحاول يعرض المفاهيم العلمية الأساسية والتكنولوجيا الحديثة في مجال علوم الحياة بشكل مبسط وبسيط لجمهور أغلبه من الطلبة وحديث التخرج. عشان كده الحقيقة دي من الأشياء الممتعة ليا كل سنة، إن أنا يتم دعوتي لقاء محاضرة في بايوتك جونيورز. أنا أحمد حسين، تخرجت من كلية العلوم جامعة عين شمس دفعة سنة 2000 من قسم البايوكيمستري، قسم الكيمياء الحيوية. حصلت على الماجستير من جامعة نيوكاسل في اليو كي في مجال البلانت مايكروبيولوجي، تحديدا الأمراض البكتيرية اللي تصيب النباتات. وفي سنة 2009 حصلت على ماجستير آخر من معهد دراسات البحر المتوسط في إيطاليا، جنوب إيطاليا، في مدينة باري، في مجال البلانت مايكروبيولوجي برضو، في مجال الفطريات اللي بتصيب النباتات بأمراض، يعني في مجال أمراض النباتات. وفي 2014 انتهيت من دراسة الدكتوراه بتاعتي في جامعة ميلانو في مجال وراثة النبات، تحديدا وراثة النبات لصفات مقاومة للأمراض الفطرية والبكتيرية. أنا عملت المدة، أنا حقيقة بشتغل ريسيرش لمحبتي ليه، أنا مش باحث بالوظيفة، مش باحث علمي بالوظيفة، ولكن بالمحبة. أنا بعمل كأخصائي زراعي بوزارة الزراعة بالحجر الزراعي المصري. والحقيقة من حوالي بدأت أشهر فقط بدأت إن أنا أتلمس خطايا الأولى في مجال شركات القطاع الخاص، وبعمل بأحد الشركات الكبيرة في مجال الفحص والاختبارات المعملية. الحقيقة أن محاضرتي كانت النهاردة استكمال لسلسلة من المحاضرات اللي أنا بدأتها من 3 سنين مع باي تيم، اللي كانت بتخص أول حاجة كان طرحت مفاهيم عامة عن البايوتكنولوجي، وكان جزء منها هي البرنسبلز العلمية اللي بيعتمد عليها تطبيقات البايوتكنولوجي. وكان أحد هذه البرنسبلز المهمة أو القواعد الهامة جدا هو نظرية التطور، فلأنها هي أثارت اهتمام الناس من وسط كل المحاضرة. فكانت المحاضرة السنة اللي بعديها اللي هي السنة اللي فاتت كانت متخصصة فقط عن التطور، ايه هي القواعد العلمية الخاصة بيه، ايه الأدلة على صحته. حاولنا على قد ما نقدر نزيل بعض اللبس اللي في أذهان ناس كثيرة عن نظرية التطور، وإنها ممكن تكون متعارضة مع بعض القيم الدينية المعروفة. ده اللي عرضناه السنة اللي فاتت. السنة دي الحقيقة حبينا عشان خاطر ناخد نفس الترند لاين، لكن بوضع مكونات جديدة، فإن احنا برضو استمرينا في الكلام على الإيفولوشن ولكن من وجهة نظر تطبيقية شوية. اتكلمنا على الايفولوشنري بيولوجي او علم الاحياء التطوريه، وده معناه دراسه الكائنات الحيه في اطار زمني، يعني دراستها في حاله ديناميكيه، ازاي بتتغير عبر الازمنه، ازاي بيحصل تغير في صفاتها سواء على المايكرو او الماكرو ليفل، وازاي الانسان يستفيد من هذه المعرفه في ان هو يعمل برامج تنميه وسلامه في مجال الزراعه، ازاي يقدر ان هو ينتج انتاج زراعي جيد وفي نفس الوقت فيه استدامة، ما يحتاجش ان كل شوية يظهر عندي وباء مرض جديد. لا، انا الحقيقة لو اتعاملت مع الكائنات الحية الدقيقة اللي بتصيب النبات بأمراض، على انها population، على انها عشيرة، على انها pool مجمع فيه مجموعة من الصفات، هقدر ان انا انتج نباتات لها قدرة على مقاومة الامراض بشكل فيه استدامة، بدلا من ان انا اصنع نبات او اعمل برامج تربية للحصول على نبات يعيش معايا 5 أو 10 أو 20 سنة وبعدين يفقد قدرته على مقاومة الأمراض. لكن بدراسة علم الإيفولوشنري بيولوجي أقدر إن أنا أنتج منتجات فيها الكثير من الاستدامة وتفضل إنتاجيتها عالية وتقدر تعيش لأكثر من عشرات أو مئات السنين أحيانا. ورأي حضرتك في الفريق والمؤتمر؟ الحقيقة إن كل سنة بنبهر عن أكثر من السنة اللي قبليها بالأعداد والزيادة اللي فيها. وبعدين حسن التنظيم اللي بيبدأ من بدري جدا. الحقيقة أنا تم الاتصال بيا من أشهر طويلة، تم تحديد الميعاد والزمان والمكان والموضوع، وتم مناقشته معايا، وتم زيارة من بعض أعضاء البايو تيم ليا، تشرفت بيهم يعني وقابلتهم وكلمت معاهم. فالحقيقة واضح تماما حسن التنظيم والاهتمام. الفكرة جميلة وفكرة البايو تيم جميلة، فكرة وجود شباب
بيبدأ خطواته الأولى في مجال العلم والبايوتكنولوجي يكون عندهم الحماس ده لنقل الأفكار بتاعتهم والمشاعر بتاعتهم في الحماس ديت للناس اللي حواليهم، إقناع الطلبة اللي في السنوات الأولى في الدراسة بأهمية البايوتكنولوجي وأنه هو ده أحد العلوم المستقبل. فالحقيقة الموضوع مبهر الحقيقة، أن أنا لما كنت بتابع، أنا دايما بتابع الأنشطة بتاعت بايو تيم ومرة معلومة أنشطة كتيرة جدا مختلفة، الحقيقة كنت كل مرة بسعد بيها، متابع صفحة بتاعتهم على الفيسبوك، بشوف أنشطهم في التوعية، تبسيط العلوم للناس، تبسيط العلوم للمتخصصين والغير المتخصصين. أتمنى أن يستمر عملهم بنفس النشاط ده، لأن إن شاء الله يعني أنا تنبأ لهم بمستقبل سواء أعضاء أو حتى كجمعية او فريق، وان شاء الله باذن الله دايما نشوف منهم افضل في المستقبل. شكرا لوجود حضرتك معايا. شكرا ليك.